السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم يا شباب؟ يقال إنه أن تفتح اللعبة متأخرا خيرا من أن لا تفتحها، وبعد انتظار أسبوعين لبين ما استنيت اللعبة لرخصت شوي جبت الديز جان. هي لعبة صلي عم بستناها شي 7 أشهر، وهي أجلوها عشان يحسنوا اللعبة على أساس، بس حسب ما شفت بكتير من التقييمات إنه اللعبة مالها بالمستوى المطلوب. على الاي جي ان أخدت 6، لهيك اول شي هلا بدي اجرب اللعبة اول شي انا وياك، هي اول مرة بفتح اللعبة، وبعدين بدي اشوف هل هي عن جد تقييماتها قليلة. انا كثير بحب العاب الزومبي، واذا بتشوف فيديوهات اللعبة على اليوتيوب اللعبة جذابة صراحة، يعني كأنه اللعبة ما حسيت اللعبة سيئة. في بعض التقييمات عطيتها تقييمات عالية، فانا احترت اللعبة حلوة ولا مو حلوة. بشان هيك وبشان التوفير جبت اللعبة سي دي، لانه اللعبة ما فيها اونلاين، ولهيك اذا اشتريتها انت من الستور خلص بتصير انت مثلا بدك تكب اللعبة بعدين ما عاد تقدر تستفيد منها. لهيك انا جبتها سي دي، ووقت جبتها سي دي معلم، فبالتالي انت شو بتساوي؟ لا تاخذونا الصيام مأثر علينا. بتبيع اللعبة بعد ما تلعبها وتختمها. لهيك خلينا نجرب اللعبة، وصلنا ساعة باللودينج تبعها، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يخلص اللودينج ومنفوت على اللعبة. صراحة الشغلات اللي ما بشوفها باليوتيوب هي القوائم، يعني في كتير ناس بتختصر القوائم. أنا حابب أورجيكم القوائم، لأن بالنسبة لي هي مثل عنوان الكتاب يعني، فلازم نشوفه ببدايته. أول شي بتختار البرايتنس، اللي هي راح اتركها على 5 او حطها على 6. اضغط اي زر، ضغطنا الزر، هاي هي القائمة الرئيسية، فيها لعبة جديدة والخيارات، حاطين فيها الكنترولز، الديسبلاي نفس اللي طلعت لنا باول شي، والاوديو لانجويج اللغة. شوف اللغة، سمعت انه بتدعم العربي، بس انا شارية نسخة تركية، فاكيد ما راح يكون فيها عربي. هون بتنقي الديفيكولتي، صعوبة اللعبة، راح خليها على الوسط. يوزر انترفيس، شو هاي يوزر انترفيس؟ ما فيها شي، هاي لعبة جديدة نورمال. بدأت اللعبة، اكيد هلا ما راح العب اللعبة كلياتها انا، عشان ما احرق لكم اياها في حال بدكم تلعبوها. راح العب اول شي 10 دقايق ربع ساعة، وخليكن هلا مع الفيديو تشوفوه كبداية. She's burning up. The knife must have nicked her kidney or something. She's turning septic. Mm. How you doing, little sister? So stupid. It was this little kid. This goddamn little kid. The big goddamn knife. Hey, help me. Shit. Hey, Mom. You want to be when they come through? We gotta get to the roof. Fly down one of those choppers. All right. قال لها تروح على الأسطوح وتركب بهليكوبتر. Whatever the hell's going on out there, she's been stabbed. Can't take anymore. Oh, okay, listen, O'Brien. If we don't get her to a hospital, she's going to die. There are no more hospitals. حسب ما شفنا بالتريلرات، هي يمكن اللي بيحبها، وكأنه هي مصابة وما عم برضى يطلعها. قال بس عنده مساحة لاثنين. Come on, help me, come on. Alright, sweetheart. It's okay. You're gonna be alright. I got her. I'm gonna be right back. Okay, Boozer, let's go. We gotta get on that. We gotta get on that chopper. I heard what he said. There's only room for two on that chopper. شو هالصديق الوفي؟ روح انت اطلع.
Where are you going? What? Where? Refugee camp, west of Three Finger Jack. No. Bruiser is never gonna make it without me. بيقول له انه هداك ما رح يقدر ينفذ منه بلاي، فسأله على العنوان وعطاه الخاتم ورح نلحقه مشيا على الاقدام. مقدمة قوية، بيقول لك لا تحكم على كتاب من عنوانه، بس المقدمة قوية. بس أول مشكلة فيها اللودينج كتير بيطول أكتر من كتير من ألعاب تانية بعد سنتين. أيوة him. He can't be far. Wait, hold on, cut your engine. هي اللعبة كلها معتمدة على موضوع الميتورات، فالميتور هو نص اللعبة. ايوه. عم بتسلم هاي. Was it Rippers? قال ليون عملها. نلحقه هلا معناته. هلا راح نشوف الجرافيك بقلب اللعبة. سمعت انه هي معمولة بال Unreal Engine. انا صراحة ما بحبه للUnreal Engine، بحس بيستخدموه ما بيقدروا يعملوا المحرك الالعاب الخاص فيهم. بس كصورة صورة جيدة يعني، ما لها سيئة. عم بلعب على بلاي ستيشن برو، فالصورة اكيد راح تكون احسن من الفور العادية، بس مبينة اللعبة انه تقيلة على 30 فريم عم تشتغل. فأكيد وقت تنزل البلاي ستيشن 5 عبينا بالحيط رح ينزلوا هدول الألعاب كلها على 60 فريم، مثل هاي والGod of War والLast of Us 2 اللي رح تنزل، حتى Last of Us 1 أكيد رح يعملوها كمان 4K على 60 فريم. ايه ما كنا نمسكه. انا وقتها بشوف لعبة بثلاثين فريم بيجي لتجيني الجلطة، بحسها كتير تقيلة. بس بالحصريات تبع البلاي ستيشن ما في حل تاني، بدك تلعبها للعبة على 30 فريم لو شو ما كان. ايوه معي بوست بالاكس. شو صار؟ الاكس والار 2 بيستخدم نيترو سرعة زايدة. cover me right behind you. ما شاء الله عارف دغري من وين راح. يا
الـ R3 رح يشغل الـ Survival Vision، Vision نظرة شو اسمه البقاء، البقاء اللي رح تبين أدلة ومعلومات عن المحيط. أنا شفت فيديوهات للعبة كمان على اليوتيوب، حسيت إنهم أخذين كتير من Red Dead Redemption، موضوع الصيد وموضوع هذا الفيجن، كأنه أخروها بعد ما شافوا Red Dead Redemption وقالوا تعالوا نعمل مثلها. تراكينج عم بيقولوا إنه الإيد راح ترج وقتها أكون أنا حاطط الكاميرا باتجاه الدليل. حلو. أيوة الإيد ليك عم ترج. وصلنا على الدليل. تذوقوا للدليل. ايوه شو عرفوا. هي عادة اول مهمة بيكونوا حاطين كل تقلون فيها، فاذا كانت اول مهمة حلوة فهذا دليل ايجابي انه اللعبة رح تكون حلوة عن جد. ايوه بحب استكشف باقي المناطق، انا ما بحب الحق اللعيبة هيك كيف ما بده. بركي في شي هون، بس هون ما في كلو. يلا بلا ما نطول الفيديو. الجرافيك حلو والله بقلب اللعبة، ما بتحسه انريل انجن. نعم اكلنا رصاصة. حظك زبالة. لو عاملين وصلة واحدة بين الفيديو واللعبة كانت أحلى، بلا هاي البلاك فريم، الفريم الأسوأ. بس هاي يمكن ما قدروا يرطشوها من Red Dead، بدها شغل كتير. أحلى شي إني أكلت رصاصة وعادي. لا انجرحت إيده كأنه. ها حلو ديتيل حلو والله. منين نروح؟ شلون بنط؟ إكس. هي أكلوا الزومبيات. نعم شبه هذا هو ليون اللي قتل لهديك. بيقول ما كان راح يستخدم رصاصة عليها. قال إذا بقلنا وين مكان الأسلحة بيوعدوا إنه يجعل قتله سريع. أيوة بيستخدم الدم تبعه، قال له رائحة وراح يجيبهم لعنده. هي اللعبة إذا بتشتريها من ستور عربي راح تجي مترجمة باللهجة المصرية، بس كتير لقيتها سيئة الدبلجة تبعها. أيوة عطانا الخريطة اللي عليها المكان. اعترفوا لك. ايوه انا وعده يعني نقتله على السريع. شو هالرحمة. في خيارات ولا لا؟ ايوه صادق الزلمة طلع ما كذب عليه. اذا فيها باونتي يعني انك اذا اخذت طاقيته لهذا الزلمة يكون حدا بده يقتله بيعطينا شي بالمقابل. We'll make it quick. هلا بدنا ندور على اغراض بالكامب. اول شي هي طبية. ايوه بيقولوا لاقي مواد لتساوي طبية، شرشف وكحول. تكبس ليفت ون تحرك. هاي الطبية ليكا ساوى طبية سريعة كتير والله طبية. لسه بدك تكبس R1 ساواها.
هلا شنو نساوي؟ بدقها هيك وتكبس R2 يعالج حاله. حطها هلا خالص عشان ما يخسر ايده. تكبس ليفت 3 لتركود. ففي عداد استامينا عم بيقول الركض بياخذ من عداد الاستامينا، معناتها اذا حدا لحقني وانا عم بركض منه وخلصت الاستامينا يعطيني العافيه رحت فيها. لحد الان اللعبه حلوه بس فيها شغلتين غلظه. اول وحده التحميل تبع اللعبه كتير بياخذ وقت، وقتها بيطلع مقطع فيديو بيروح على شاشه سوداء بعدين بنروح على اللعبه، بتروح الحماس والاكشن يعني اذا كنت متحمس تهدى. بخشلنا شو اسمه خزان الوقود. Let's just go back to O'Leary Mountain. We'll head out in the morning, find some parts and come back and get your bike. هبيقول خلينا نروح على الجبل وبنرجع الصبح بنصلح. عنده فكرة افضل. ما بترك الشاب الماكن، ما بترك سيارته ورا ظهره، سيارته ودراجته. رايحين هلا نجيب قطع الميتور. هلا من قصة ليون صرنا خاتمين 33%. اوكي. So tomorrow, get the drugs and take it. راح نقص هذا المقطع عشان ما نطول الفيديو. على فكرة اللعبة تقيلة على بلاي ستيشن، صوت المروحة واصل لعندي. فالجرافيك تبعه ما كان يعني. بس هذا الشيء يمكن ما يكون منيح على الوقت الطويل، بتصير الفريمات بتهر. بعض السيارات فيك تدفشون بانك تضل كابس مربع. يلا ندفش السيارة بقلبها زومبي. نعمه كنا بوكس مسكنا من ورا. مربع 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 مربع. هات لنشوف كيف القتال فيها. ملي اتاك بالارتو تضربه بالسكي. نعمه ايش نحره. سويتش تارجتس هولد ليفت لتبدل بين اللعيبه. تستخدم هاي الخنفسه اليسار. عم شو كبسنا؟ لا بالغلط ماني. هاي بالغلط. تمام شو نرجع لورا. حرقنا المشهد. ايه وتكبس هيك. ايه تمام. choose a direction لتبعد وبالار 1 حلو. نعم اكلناها. حلو حلو حلو. بس ما فيك تعمل عليه تحديد للاعب يعني، هيك كاميرا حرة دائما. كأنه وصلنا. لا هاي تشيك بوينت حاجز قديم، بس ان شاء الله ما يكون حاجز طيار. اخذنا البامبكشن وراح يشعل لي الضوء، يمكن يضوي لي وانا افوت. هلا هيك معي ضوء، بتكبس لتحت بتشعل الضوء. انا عندي كمبيوتر وبلاي ستيشن بس ما عندي اكس بوكس. السبب اللي انا بفضل فيه البلاي ستيشن انه العابها الخاصة احلى من يعني موجودة عليها العاب اكتر من الاكس بوكس، مع احترامي للشباب اللي بيحبوا الاكس بوكس. بس العاب الاكس بوكس حتى لو نزلت حصرية عم بلعبها على الكمبيوتر يعني. هو اذا الاكس بوكس بتنزل العاب حصرية بس على الاكس بوكس وما بتنزلها على الكمبيوتر، اعتقد هيك الاكس بوكس تقدر تنجح او تصير بمثابة السوني. هاي مولوتوف. هاي عش للزومبيات. بيقول لك ليفتو بيعمل ايم
بس هيك على السريع خليني هيك انبسط اكثر باللعبه دغري بيقطعوا لك للسينماتيك. عم بيقول لو طلعت على الهليكوبتر معها كان كل شيء تغير، وكأنه هو مفكرها ميتة. انا حاسس بالاخير هذيك اللي اسمها سارة رح تطلع عايشة، يعني لان مثل المسلسلات التركية اذا ما شفته مات نحرا من رقبته لا تصدق انه ماتت الشخصية. اكيد تفوت مع اليسار، هون مسكر الطريق. بيقول لي فوت من هون وشوف اذا بتقدر تفتح الطريق من الجنب الثاني. هون شوفي سيد راسي، تعال لك عطينا هاي طبية، خلينا نساوي طبية تانية مثل ما علمونا، تعمل كرافت بعدين دمي شلون راح ما بعرف، تعمل يوز. بس ما في هاي الحركة تبع بيعمل هيك. يلا انطلع. ايوة صحيح. اهم شغلة بدي اشوفها انا اذا هاي اللعبة بترعب، اذا ما بترعب فما راح تكون حلوة. هلا نعمة عضني خالص. نعمة كنت عم بكبس مربع عوض الاكس خربطت. هلا راح يطلع لي من هون. يكون ذكاء المخرج اذا بيغير مكانه. ما له ذكي. اكس اكس اكس. لا هالمرة دائرة. بيتغير الزر. حلو. مو كل مرة نفس الزر. ظلمنا للمخرج. فينا نفوت على الباب اللي طلع منه. حلو. ندري شو اخذنا من الارض. هاي طبية. بس لازم يكون في انيميشن الطبية. هاي مربع مثل ما علمونا. تفوش السيارة. طيب ما كان فيني نط فوق السيارة ولف اللفة ورجع اتفشى منهم. يا حبيبي جبناهم من اللعب. اكيد رح يقلي يطلع هلا عالسهل. تعال. لا وصفيه حلو صراحة، بيشبه اللاست اوف اس شوي، بس ما له بنفس الصعوبة تبع اللاست اوف اس. مدري لانه بامبكشن لسه ما جربنا المسدس. طيب اطلع على الميتور وخلينا نشد الفرد شد لبرا. هون اسمهم الزومبيات فريكس، وبيقولوا منتجين اللعبة انه هدول ما لهم زومبيهات، هدول بشر بس مصابين بفيروس، وهذا الفيروس بيخليهم يصيروا هيك بس بدهم يقتلونا مدري بشان شو. بس هو لساعته انسان عايش بس لكن مريض، ولكن معني ما له زومبي بشكل كامل، نص كامل يعني، انه للتغيير حبوا يغيروا الشباب. فينا نفوت من هون. لا انا ناس تانية. طيب انا بدي حلو فيك تفوت. To expand the throwable category in the molotov menu. وين المولوتوف منو؟ ليكا. تعمل وحدة. تمام لقينا مولوتوف. حوش المولوتوف. حلو انيميشن الاداحة. بيطلع معمي عليه يعني. تفضل سيدي. حلو. عم احترقت بالغلط. لهون بيكون انتهى اول فيديو يا شباب. اذا كنتوا حابين اني كمل اللعبة تشوفوا شو راح يصير بعدين اكتبوا لي بالتعليقات. كان انطباع اولي صراحة الجرافيك حلو، الاقواس حلو، بس الغليظ فيها اللودينج سكرينز، هاي التحميل هذا اللي بيطلع، والمقاطع الفيديو وقتها بتطلع كمان فيها مشكلة بانه بتصير الشاشة سودة مثل ما لكم شايفين. رح اعمل انا فيديو احكي فيه بالتفاصيل اكتر عن شو الحلو باللعبة وشو السيء فيها. بدي العب اللعبة شوي لحالي شغلة ساعتين ثلاثة بعدين برجع لكم بفيديو تاني. اذا حابين يكمل بالقصة اكتبوا لي بالتعليقات مثل ما حكينا. اتمنى دعمكم وانكم تنشروا الفيديو، وكان معكم وسيم من جيمراوي، والسلام عليكم. Shit, we're gonna need more ammo.